اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. قائد الفرقاطة المتعددة المهام الفرنسية من طراز فرام والمسمات اوفاغني تزور الاسطول مكتب الاسطول الامريكي السادس في نابل في ايطاليا. وكان مهما جدا ان نعرف ان مثل هذه السفينة لم تكن سفينة عادية، اولا لأنها متخصصة في تقييم الأداء بالنسبة للغواصات، وهي أصلا مضادة للغواصات، وأخذت جائزة الامتياز في 24 من يونيو 2020، فهي متخصصة أساسا في تقييم العمل مع الغواصات أولا، ثانيا تقييم مهام الغواصات على وجه التحديد. وهنا يطرح سؤال، لماذا هذه الزيارة على وجه التحديد مع وجود تقنيين وأكثر من 400 صفحة موجودة على الأقل، وأكثر من 500 على الأقل وثيقة تصحبها أيضا صور؟ وهذا يعني مباشرة أننا أمام محاولة لإعطاء ما كان لردع 21 في وهران جميع التفاصيل والتسجيلات، وأيضا وهذا هو المهم إخراجها. كان لا يحتاج الأمر إلى إخراج مثل هذا لاجتماع بست أعضاء، كان يمكن تمرير هذا الوضع من خارج C6F أو CCF. والأسطول السادس الأمريكي يباشر بشكل عام جميع التفاصيل بخصوص ما حدث أولا، وثانيا أن هناك تقديرات اليوم تسير باتجاه الوصول إلى استنتاجات سلمت على الورق من دون حاجة إلى فعل ذلك كما قلت لطبيعة التقنية الموجودة اليوم، لكنه قصد أن تكون في ملف وأن يكون هذا في دراسة مباشرة تتقدم فيه الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من أجل معرفة أي تطور لسلاح الغواصات في ما سمي بجنوب المتوسط، ويقصد تماما ردع 21 في وهران. والفرنسيون سجلوا بشكل كامل ما جرى بالنسبة لردع وما جرى للغواصات وما قامت به الغواصات. والغريب أن هذه الخلاصات خصوصا بالنسبة للصفحات من 80 إلى 120 على وجه التحديد، وهذا الذي سرب من طرف الأمريكيين بأن مثل هذا الملف أولا يشمل مدى القدرة الجزائرية التي نجحت بنسب تتعدى 81%، على أقل تقدير هناك عملية مباشرة نجحت فيها الجزائر بنسبة 90%، فيما هناك التوربيدات على العموم وهي أيضا في حدود ما يتجاوز 81%. إذن ردع 21 يناقشها الفرنسيون والأمريكيون في نابل مع الأسطول السادس الأمريكي، وهذا تطور هام للغاية لأن التنسيق اليوم أمريكي فرنسي بهذا الخصوص، وأن الاجتماع الذي حدث في نابل وتحت إدارة ما سمي ب تاسك فورس 65 CTF 65، لذلك فهذا القائد هو الذي أشرف على هذا التقييم وعلى هذا الاجتماع وأعاد النظر في أكثر من ما سمي تماما بالتقديرات الواردة بخصوص سلاح الغواصات الجزائرية. إذا ردع 21 لا تزال إلى الآن تناقش في كواليس التعاون الفرنسي الأمريكي وفي الأسطول السادس الأمريكي، بعد أن توصل بجميع التدقيقات والتسجيلات لصالح هذه المناورات. إذا مناورة ردع 21 بالغواصات الجزائرية الروسية بطبيعة الحال، وهذا فصلنا فيه في أكثر من فيديو، فإن اليوم الفرنسيون يضعون بنانهم على أكثر من خلاصة يمكن إجمالها سريعا كالشكل التالي. أولا
أن التاسك فورس 65 هو الذي سيشرف على كامل العمليات الأمريكية الموجهة إلى مراقبة الغواصات الجزائرية، لأنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من هذه المراقبة بالنسبة للأسطول السادس الأمريكي على وجه التحديد. إذن هذا هو التطور الملموس الأول الذي يمكن أن يلاحظه الجميع، لأن مجرد تحديد للتاسك فورس 65 فهذا يعني أننا أمام CTF 65 خاصة بأي إجراء من هذا النوع. ثاني مسألة، أن الكل الآن يعرف أن أوفاغني هذا الفريم موجه أساسا لمراقبة الغواصات الجزائرية. ثالث مسألة، أن بالنسبة للغواصات والردع الذي حدث وبنسبة نجاح عالية تفوقت على ما كان يتصوره الفرنسيون والأمريكيون على حد سواء. وفي هذا التقدير فإننا سنجد على أن هناك ملاحظات يمكن إجمالها على الشكل التالي: أن قضية الامتياز في التعاطي مع أوفاغني باتجاه الغواصات الجزائرية ليست بالضرورة بمثابة الموازاة التي يمكن الاعتماد عليها فرنسيا جزائريا، وهذا ما يلاحظه الأمريكيون الآن، وهذا تقييم موضوعي من الأمريكيين. إذ الفرنسيون طالبوا الآن بمساعدة تاسك فورس 65 وجعلها هي بمثابة المتن العملياتي الذي يمكن أن يقوم على تأمين هذه المنطقة. لقد مجرى الإسرائيليون مع دولفان 2، واليوم أيضا هناك التاسك فورس 65 الذي أخذ على عاتقه من طرف الفرنسيين أن يراقبوا أي تجارب، خصوصا وأن هناك اعتماد فرنسي على قدرات ذاتية في التحرك باتجاه جميع الغواصات. فلماذا إذن قائد هذه الفرقات المتعددة المهام، لماذا عرض مباشر على الأمريكيين من أجل التعاون بخصوص مراقبة الغواصات الجزائرية؟ إذن المسألة تتعلق اليوم على الأقل ثلاث دول: الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من نابل والأسطول السادس، وفرنسا، ومن ثم أيضا إسرائيل حسب ما رأيناه. إذن نحن نتحدث اليوم عن دولفان 2 الإسرائيلية، والتي لم يقدم لها الدعم الكافي من طرف الأسطول السادس الأمريكي، لكن واقع الأمر أن في نفس التقرير سنجد على أن قدرة دولفان 2 كانت لا تستوجب في نظر على الأقل الأمريكيين أي مساعدة بهذا الخصوص، والإسرائيلي لم يطلب أي مساعدة. وأيضا بالنسبة للفرنسيين اليوم يطلبون وبشكل رسمي هذه المساعدة. إذن جميع التقديرات الحالية تسعى إلى التفاعل مع هذه النقطة على وجه التحديد، لأننا أمام إعادة ترتيب الأوراق ببساطة جديدة، لأن هناك أكثر من ملاحظة. أولها أن بالنسبة لهذا القائد الذي لم تكشف وزارة الدفاع عنه، وهو إلى الآن وحسب مصادر أخرى على أقل تقدير فهو قائد العمليات المضادة للغواصات، وهو الذي حضر إلى جانب نفس القائد بالنسبة للتاسك فورس 65، ومجرد استخدام الفرنسي لفرام أوفاغني ولقائدها على صاحب الامتياز في 24 يونيو 2020، فإن هذا يشكل تحديا على الأقل أمام الجزائريين الذين رأوا أن مجرد الوصول إلى تقييم موضوعي لردع 21 انطلاقا من اجتماع في نابل على أقل تقدير، وأعطى أكثر من ساعتين بهذا الخصوص، فهذا يفيد بأن سلاح الغواصات اليوم الجزائري ليس اليوم هو تحت المجهر، إنما اليوم أصبح علنيا فقط. المسألة كانت من قبل مسألة استخبارات، اليوم فيه اجتماعات بهذا الخصوص. إذن هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية والمهمة للغاية، أن اجتماعا من هذا الحجم وانطلاقا من نابل وانطلاقا من المقر المركزي للأسطول السادس أو على الأقل أحد بناياته المركزية، سنجد على أن الوضع اليوم يختلف عما سبق. فالتركيز الأمريكي والفرنسي وكلهم على شرق
المتوسط اليوم على غرب المتوسط أيضا، خصوصا بعد المناورات الجزائرية الروسية. لذلك الأمريكيون يحاولون عبر التاسك فورس 65 أن يكونوا أقدر بشكل كبير على المراقبة، خصوصا بالنسبة لأي مناورات قادمة. وقد يكون كما يقول الفرنسي في حالة انكماش إلى في 2023. هذا الاحتمال وضعه قائد أوفاغني هذه الفرقات المتعددة المهام المتخصصة في ضرب بين قوسين أو القوة الضاربة للغواصات. إذن هذه نقطة، أن في 2022 قد لا يتحرك الجزائريون إلا إلى 2023 بالنسبة لردع 2023. لكن واقع الحال اليوم فإن هناك ردع 21، يعني 2021، ويصعب جدا بالنسبة على الأقل للمتابعين أن لا يكون هناك ردع 22، لأن المناورة قد تفرض ذلك. وهذا قد يراه الفرنسي على وجه التحديد أن إحدى خيارات الجيش والبحرية على وجه التحديد البحرية الجزائرية. إذن هذه الملاحظة الثانية المتوقعة من طرف الفرنسيين بالنسبة لردع 21، والتي لن تقرر إلا ما كان في 21، لكن 23 قد يكون فيها تقدما باتجاه رؤية أخرى مع الصينيين. على أي، فبالنسبة لهذه التقديرات والملاحظات على الأقل الفرنسية، ستجد ملاحظة ثالثة خصوصا مع أوفاغني. أوفاغني اليوم وهي تؤكد أن قدراتها أصبحت متأخرة عن البحرية الجزائرية في موضوع الغواصات. إذا عندما تؤكد أوفاغني ويؤكد قائدها مثل هذه الخلاصة، فهذا يعني أننا أمام أمر شديد الحساسية وبشكل كبير للغاية. لا يتوقف الأمر عند هذه النقطة، بل هناك أيضا ملاحظة أخرى شديدة الأهمية. عندما ندرك أن ردع 21 أملت نفسها بشكل جيد، وحالة التأمين بالنسبة للمناورات بلغت إلى درجة أقصى حد محتمل، لكن في نظر الفرنسيين على الأقل فإن ردع 21 حاولت استخدام تكتيكات وأيضا تقنيات جديدة. هنا يطرح سؤال: ما هي التقنيات الجديدة التي رأى على الأقل بالنسبة للآخرين رأوا بأن هناك تطور على صعيد التقنية؟ التقنية في نظرهم ليس على صعيد التوربيدات فقط، وإنما هناك أيضا محاولة استثمار خبرة للتعاطي مع هذه الغواصات، خصوصا وأن المناورة اليوم تتم من داخل الحدود الجزائرية. وهذا الذي يعطي انطباعا واسعا بأن تمكين هذه الغواصات من حالة دينامية كبيرة، هذا يفيد بأن العملية ليست تدريبية بالضرورة، وإنما اليوم هناك استحالة للقول بأن الجزائر لديها مناورات قريبة، هذا غير وارد. لكنه في نفس الآن فإن البحرية الجزائرية تحاول تأمينا عاليا، ليس فقط لأنابيب الغاز تحت مائية، وإنما، وهذا هو المهم، أن هناك محاولة تأمين كاملة لكل الموانئ الجزائرية انطلاقا من التجديدات والتحديثات القادمة مع الصينيين. لذلك فكل هذه العملية تجري أمام تأمين لهذه الأوراش. إذا الأوراش الصينية الموجهة إلى الموانئ الاستراتيجية والتي ستتحول إلى الحاويات ما تحت مائية وللحاويات الكبيرة، فإن بالنسبة لهذه الموانئ تتطلب على الأقل دفاعات متقدمة عبر الغواصات يمكن للجزائر أن تقوم بها بشكل سلس. وفي هذه الحالة فنحن أمام ترتيب آخر لاستخدام سلاح روسي لحماية شراكة صينية جزائرية، وهذا الذي يرفضه الغرب على العموم ويتحفظ بشأنه. لكن هنا سنرى أن الغواصات القادمة، هناك غواصتين حديثتين، وهناك احتمال لغواصتين على الأقل في المستقبل القريب. لذلك فكل هذه العملية الجارية
قد تدفع إلى تحصين سلاح الغواصات بشكل متقدم للغاية. ولذلك فإن الأمريكيين اليوم عبر التاسك فورس 65 يرغبون في العمل وبشكل كامل إلى جانب الفرنسيين، وهذا يؤمن عمليات أخرى بالنسبة للغواصات، لأن اليوم الوضوح الكامل بالنسبة لما يجري، غواصات مقابل غواصات، وهذه إسرائيل التي نفذتها مع دولفان 2. ثانيا أن هناك الفرقاطات في مقابل الغواصات كما حدث لأوفاني، وهناك وهذا هو المهم، وهناك استخدام المروحيات واستخدام أسلحة متعددة. نحن نتحدث على مهمات متعددة مواجهة ضد الغواصات الجزائرية انطلاقا من استخدام الأسطول كاملا وبالتاسك فورس 65. وهكذا نرى حجم ما أثاره الجزائريون من خلال ردى 21. حاولنا أن ننقل بعضا من خلاصات الفرنسيين المواجهة إلى أمريكا من أجل التعاون مع واشنطن، وواشنطن وباريس وتل أبيب كلهم اليوم يحاولون الذهاب بعيدا جدا باتجاه المراقبة والرصد الكامل لسلاح الغواصات الجزائري. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.